مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية وجي معاد فقرتنا بشرتك مع ماسي. ماسي دوروجولد كريم إيطالي مترخص من وزارة الصحة، هنعرف كل تفاصيله مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور دينا أبو سعود المدير الطبي لماسي فارم إيجيبت. دكتور دينا أهلا بيكي. أهلا بيكي. وماسي دوروجولد قلب الدنيا، عامل ضجة كبيرة جدا. بالظبط. بيشتغل 10 سنين وفي 56 عنصر. فزورة حلها لي بقى يلا. الحقيقة ماسي دوروجولد عامل نتائج حلوة قوي وناس كتيرة قوي مبسوطة قوي من نتائجها. ماسي دوروجولد الوحيد اللي فيه 56 عنصر. ماسي دوروجولد بيحتوي على جزيئات ذهب، ده حاجة مهمة جدا غير الحاجات الموجودة في الماركة اللي هي مية الذهب. ماسي دوروجولد بيحتوي على ذهب خام عيال 23. الذهب بيعمل مفعول هاي للبشرة طبعاً، البشرة طبعا بيعالج حاجات كتيرة قوي، بيعالج تجاعيد، بيعالج هالات سودة، بيعالج اثار بقع حب شباب او في تصبغات في البشره، وكمان بيشد الجلد وكمان بيدي نضاره عاليه جدا للجلد. مع استخدام ماسي دوروجولد بتستغني عن الميك اب بعد فتره، لان ماسي دوروجولد كمان فيه كافيار. واضح هنا على الشاشه يا دكتور الكافيار. زي ما بقول لك دلوقتي فعلا ان الكافيار من اهم عناصر ماسي دوروجولد، لان الكافيار كله فيتامينات ومعادن واحماض امينيه الاكسده طبعا وانتي اوكسيدنت طبعا، لان هو كمان انتي ايج من الدرجه الاولى. ككافيار يعني الكافيار معروف جدا ان هو كاكله بصحي جدا. معروف ان هو كومبوننت غالي قوي لان هو مضاد للشيخوخه زي ما انت قلتي، وبيعلي مناعه الجلد. فمهم مهم قوي، حتى الناس اللي عندها مثلا حفر كده او ندبات مطرح الحبوب بيعالجها، لان الكافيار بيعلي مناعه الجلد جدا. تمام. نروح بقى لنقطه ثانيه يا دكتور، ان هو في زي ما انت بتقولي ذهب وفي كافيار وفي عناصر كتير جدا منها السيراميد يا دكتور. دايما احنا مش بنركز على السيراميد، دايما بنركز على الذهب ودايما بنركز على الكافيار. لا، السيراميد يعني لا يقل اهميه خالص، لان السيراميد حتى الدكاتره العالميين اثبتوا ان السيراميد مهم جدا للبشره. السيراميد اوريدي بيبقى موجود في بشرتنا في طبقات الجلد. بيبقى موجود طبيعي، بعد تقدم في السن او بعد عوامل كتيره قوي نسبته بتقل. فبنبقى محتاجينه مره محتاجينه طبعا، لان هو انتي بكتيريال، بيعمل فلتريشن يعني ما بيخليش. هو السيراميد ده طريقه الاستخدام يا دكتور؟ طبعا. طريقه الاستخدام ضغطه واحده بتكفي الوش والرقبه يعني، وعلى طول بقول ان هو من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه، حتى الجبهه اهو او القوره بتحطه من تحت لفوق. الرقبه من تحت لفوق بيمتص بسرعه جدا، يعني 5 دقايق مش هتحسي باي حاجه على بشرتك. بس بيبقى فيه بقى لمعه حلوه كده يا دكتور بتاعت الذهب. انا جربته مره مش قادره انساها. مش ممكن. عايز اقول لك احساس الذهب على البشره يجنن. احساس السخونه شويه اللي على البشره حلوه قوي. لا، هو في كمان احساس في البشره يعني، انا حسيته لما حطيته احساس ان بشرتك عامله زي البيبي كده، تحس انها مشدوده وفيها حمار بسيط كده ناتشرال. طبعا هو بيديكي الاحساس ده من غير ما تحطي اي ميك اب خالص. لان احنا عارفين ان ساعات الميك اب ممكن يعمل سايد افكتس للبشره. ماسي دوروجولد تقدري تستغني عن الميك اب انك انت تحطي ماسي دوروجولد. طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه على طول بنحب ننوه ونحط في قناه المحور. تراخيصهم يعني شركه ماسي فارم عشان طبعا الغش التجاري او حد عايز يقلده. طبعا ده حاجه مترخصه من الاتحاد الاوروبي طبعاً ومن وزاره الصحه. وشركه ماسي فارم هي الوكيل الحصري الوحيد. يعني ناس كتير تقول هنروح ايطاليا نشتريه، حتى لو راحوا للمصنع مش هيقدروا المصنع يبيع لهم ماسي دوروجولد. هيقول لهم ارجعوا للوكيل الحصري اللي هي الشركه الفرعيه في مصر ماسي فارم ايجيبت، او الشركه الرئيسيه في ايطاليا ماسي فارم ايطالي. تمام. طبعا عندنا شركتين في دبي، ماسي جالف وماسي جالف للمستحضرات التجميليه. دي للبيع عادي برضو. احنا من بس هي من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه من خلالهم بيقدروا يبيعوا جوه القاهره جوه مصر وفي جميع انحاء العالم، وكمان عندنا مندوبين جوه مصر في جميع المحافظات عشان ان هم يبقوا صعب يجوا المقر الاداري، واحنا اوريدي ما عندناش منفذ بيع في المقر الاداري، فاوريدي بيبقى في مندوبين مغطين جمهوريه مصر العربيه كلها بتوصل له في اي حته هو عايز. في اي حته لحد باب بيته. بس من خلال الارقام اللي موجوده للساده المشاهدين قدامكم في الشاشه. هنروح بقى لنقطه ثانيه يا دكتور، يعني احنا عارفين ان في ملمس كده حلو ماسي دوروجولد بيعمله في البشره اللي هو بشره بيبي، وبيدي نضاره للوش، وعارفين ان هو بيخلي البشره شكلها صافي وطبيعي جدا. في نقطه تانية بقى حابه اسال حضرتك عليها، ان هو بيعالج مشاكل مختلفه في البشره زي الهالات السوداء، زي مثلا الندبات اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها، التصبغات اللي موجوده، النمش اللي موجود. بالزبط. بيشتغل عليه ازاي يا دكتور؟ بيشتغل عليه الذهب. بيشتغل على الكلام ده جدا، لان الذهب بيحفز على دخول الاكسجين فبيخلي البشره تتنفس تتفتح.
الدهب بيشتغل على الميلانين، بيقلل افراز الميلانين، الميلانين هو اللي مسؤول عن تصبغات الجلد، فبيرجع اللون الطبيعي او بيعالج البقع او النمش اللي موجود او النمش، فبيخلي البشره كلها ميه واحده صافيه. ده مهم قوي لان الوش ده بيدي ثقه في النفس طبعا. مهم، ممكن بنت تبقى زي القمر او ده اللي انا دايما اقوله، هتلاقي عندها بقعه في وشها، عندها هالات سودا، ثقتها بالنفس تقل شويه. ثقتها بنفسها. فماسي دروجولد يقدر يحل لها كل المشاكل دي ويرجع ثقتها في نفسها. تورينا بقى المنتج كده يا دكتور عشان كل مشاهدينا يشوفوه. ماسي دروجولد مش 30 مللي ولا 50 مللي، ماسي دروجولد 120 مللي. 120 مش 100. طبعا 120 مللي بيكفي سنه كامله، ضغطه واحده بتكفي الوش كله. فاوريدي الضغطه زي ما شايفين مع الموضه بتنزل على كف الايد وبصبعك بتوزعي بالظبط. وطريقه الاستخدام زي ما احنا شفنا برده على الموضه من تحت لفوق عكس الجاذبيه. في ناس كتير عايزه تستخدمه الصبح وبالليل، مفيش اي مشكله بالعكس اوكي، بس هيكفيها 6 شهور لو استخدم مره واحده، بيكفي سنه كامله لو استخدمته ات ايفنينج يعني بالليل بس. دايما انتم مركزين مع ماسي دروجولد ان السيدات او البنات بيبقى لهم تقنيات مختلفه، يعني ممكن يروحوا لتقنيات مختلفه. دايما بقى الرجال ما لهاش اختيارات طبعا. يعني مثلا عايزه اقول لك يعني في راجل مثلا يقول لك بشرتي مثلا تعبانه، عندي تجاعيد، تجاعيد اجهاد فده طبعا ده انتوا بقى ايه جبتوا ده في ماسي دروجولد. طبعا الرجاله كتير جدا دلوقتي بتشتري ماسي دروجولد، ورجاله لسه بتسال عن ماسي دروجولد لان بيبقى صعب، في رجاله كتير ما بتحبش تنزل تشوف مراكز تجميل والكلام ده، فماسي دروجولد بيجي للراجل تحت دكتور. او هو اوريدي بيبقى عنده شغل ومش فاضي بقى ان كل 6 شهور يحقن فيلر او بوتوكس. وعايزه اقول ان مع الفيلر والبوتوكس مفعوله هايل، لانه طبيعي لو واحده بيعززه اكتر وبيطول المده يعني أكتر. طبيعي لو واحده بدات يطلع لها تجاعيد من 20 سنه من 25 سنه وسابت نفسها ال 10 سنين بالتجاعيد هي لازم تحقن لا غنى، لكن ماسي دروجولد مع الحقن بيدي مفعول هايل طبعا فظيع. يعني سيدات كتيره قوي دلوقتي بتحقن وبتستخدم ماسي دروجولد يوميا، فبتلاقي نتيجه طبعا 100% وافضل بكتير جدا. طب هنروح لنقطه ثانيه يا دكتور، وهي لو مثلا واحده استخدمت ماسي دروجولد لمدة سنة النتيجة بتظهرها زي ما انت بتقولي، يعني كل مشكلة بتظهر نتيجتها بعد شهر، والهالات السوداء بتاعت شهور بتظهر بعد سنة. يا دكتور بقى انا بحتاج ان انا استخدمه تاني بعد سنة؟ لو انت حافظتي ما تعرضيش لشمس كتير، بتحطي سان بلوك الصبح قبل ما تمشي في الشارع او شوبينج او شغلك، بتشربي مية، بتنامي بدري، ما بتدخنيش، كل الحاجات دي بتخلي العوامل المؤثره دايما لكن بتاثر على البشره. مفيش حد دلوقتي مثلا ما بياكل، يعني الغذاء مهم قوي. فعلى طول بنصح ان احنا ما نوقفش، ناخد لاين تبع نظام مثلا غذائي بس معين. لو مش عايزه تكمل على ماسي دروجولد تحاول تحافظ على بشرتها، هيديها فتره طويله لونج ران بشرتها كويسه جدا. طيب لكن انا بحب انصح ان بعد 20 سنه او 25 سنه ما ينفعش نوقف كريمات، لازم نستخدم ماسي دروجولد. طب هنروح لنقطة تانية دكتور، وهي مثلا ايه لو مثلا ايه واحدة بتستخدم ماسي دروجولد وبتستخدم كريمات تانية. الكريمات التانية هي مرتاحة عليها، لو عندها كريم نهار المهم انها ان هي ما تشتريش حاجة جديدة مش عارفة ترخيصها ايه. الفكره ده بيغنيكي عن كريم الليل والنهار؟ طبعا بيغنيكي تماما. وانواع البشرات ايه يا دكتور؟ كل انواع البشره، بشره دهنيه، بشره جافه، بشره عاديه، بشره مختلطه، بشره زي بشرتي، بشرتي حساسه جدا. في ناس بشرتهم بتكون طبعًا حساسه وبتعمل بقع عند الخدود كده استخدام اي كريم. لكن ماسي دروجولد مناسب لجميع انواع البشره. طيب هنروح لنقطه ثانيه يا دكتور، فوائده ايه على البشره؟ فوائده كتيره جدا، حتى مكتوب الاكشنز على طول، بقول الاكشنز مكتوبه فوائد ماسي دروجولد. اول حاجه انتي رينكل، مضاده للتجاعيد، انتي ايج، محارب لشيخوخه الجلد، وايتنينج، بيفتح لون البشره، بيوحد لون البشره فبيعالج البقع والنمش، موسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه جدا للبشره، نورشنج، بيعمل نضاره ومن اول استخدام بتلاقي نضاره، وكمان فيس ليفتنج، بيشد الجلد. بيشد الجلد حاجه مهمه جدا طبعًا. عشان كده كنت بسالك دلوقتي، لو في ناس بيبقوا سيدات محتفظين ببعض الكريمات يقول لك انا هستخدم معاها عشان مثلا ايه يبقوا حاجه ماسي دروجولد يعني يبقوا مع بعض، هيغنيها بيغني عن كل الكلام ده بالظبط، لان هو فيه ذهب مع كافيار مع كولاجين مع ايلاستين مع هيلورونيك اسيد ماده الفيلر مع سيراميد مع اسيتايل هيكسا بيبتايد بوتوكس لايك اكشن،
فكل اي كريم هي طبعا بيساعدنا جدا وبيدعم جدا للحفاظ على البشره. بجد يا دكتور دينا بشكرك جدا، انا استفدت جدا النهارده منك واكيد كل الساده المشاهدين استفادوا النهارده مننا. كانت منورانا في الاستوديو الدكتور دينا ابو السعود المدير الطبي ماسي فارم ايجيبت. بشكرك مره ثانيه يا دكتور، وكده خلصت حلقتنا. استنونا دايما وفقرات جديده من الطبيب. اشوفكم على خير والى اللقاء.